انطلقت اليوم المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكيان شباب مصر بكافة محافظات الجمهورية، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أشار إلى أهمية التطوع. شهد اليوم توافد عدد كبير من المتقدمين بكافة نقاط التمركز للمقابلات والتي حققت الانتشار الجغرافي بالجمهورية من أجل الوصول إلى كافة الراغبين في انضمام التحالف والكيان باختلاف شخصياتهم وقدراتهم وتنوع خبراتهم العملية والعلمية.